عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب أكاديمية العزيز الصف الرابع. درسنا لهذا اليوم يتحدث عن الرسم الإملائي والرسم القرآني. بداية نود أن نقول لكم أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم متفرق وآيات متفرقة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة ووكلهم بمهمة كتابة القرآن الكريم. لقب هؤلاء الصحابة بلقب كتاب الوحي، وهم ثلاثة صحابة. من يذكر لي أسماءهم؟ تفضل. أحسنت. إذا الصحابة الذين كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن الكريم، أشهر الصحابة منهم معاوية بن أبي سفيان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. هؤلاء الصحابة كتبوا القرآن الكريم متفرقا على صحف متفرقة، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اضطروا لجمع هذا القرآن في مصحف واحد، ووضعوا عليه النقاط وحركات الإعراب، لأنه وقتها لم يكن يكتب القرآن الكريم منقطا ولا يوجد عليه حركات الإعراب. بعد ذلك أصبح هناك الفرق بين الرسم الإملائي والرسم القرآني. فالقرآن الكريم يكتب بطريقة، كلماته تكتب بطريقة تختلف عن كتابتها في الرسم الإملائي. الفرق بين الرسم الإملائي والقرآن في القرآن، في القرآن حروف تلفظ ولا تكتب. مثال عليها في حرف الألف، الإملائي الرسم الإملائي لكلمة النفاثات تكتب بهذا الشكل. يوجد لدينا هون ألف وهون أيضا ألف، تكتب هكذا بالرسم الإملائي. أما الرسم القرآني تكتب كلمة النفاثات بهذه الصورة، توضع هون ألف صغيرة بدل الألف الممدودة، فهذه تسمى حروفا تلفظ ولا تكتب، ولكنها لا تختلف في طريقة اللفظ، فنلفظها هنا النفاثات وهنا أيضا تلفظ النفاثات. كلمة بحرف الياء، كلمة إيلافهم تكتب بهذا الشكل في الرسم الإملائي، الياء مكتوبة صحيحة والألف مكتوبة صحيحة. أما في الرسم القرآني تستبدل حرف الياء بهذا الشكل، والألف هنا بهذا الشكل، ولكنها تلفظ بنفس الطريقة، فتلفظ هنا إيلافهم وتلفظ هنا أيضا إيلافهم. الفرق الثاني وهو أن في القرآن أو في الرسم القرآني حروف مكتوبة بكيفية وتلفظ بكيفية أخرى. مثال على ذلك كلمة الصلاة، الصلاة هنا لدينا اللام والألف مكتوبة بالشكل الطبيعي، أما في الرسم القرآني تستبدل اللام بالألف، أنا أقصد الواو تستبدل بواو وعليها ألف صغيرة، وتلفظ الصلاة أيضا، يعني لا تختلف طريقة اللفظ في القرآن وإنما طريقة كتابة الكلمات الموجودة في القرآن الكريم. لو فتحنا الكتاب صفحة 19 سوف نجد جدول في النشاط يبين. عندما نفتح الكتاب صفحة 19 نجد مجموعتين يبين بينهما الفرق بين الرسم القرآني والرسم الإملائي. الكلمة الأولى كلمة ياسين تكتب بالرسم القرآني بهذا الشكل وفي الرسم الإملائي بهذا الشكل، ولكنها تلفظ بنفس الطريقة، فالفرق هنا أن هناك حروف غير مكتوبة لكنها تلفظ، اللي هي حروف تلفظ ولا تكتب. الكلمة الثانية كلمة نعمة في القرآن تكتب بهذه الصورة وتلفظ بنفس الطريقة، ولكن التاء المربوطة كتبت بطريقة أخرى، إذن هنا حروف مكتوبة بكيفية وتلفظ بكيفية أخرى. كلمة نجاهم كذلك الأمر، في الرسم الإملائي تكتب بهذا الشكل وهنا حذفت الألف، فإذا هي هنا إيش عندنا؟ حروف تلفظ ولا تكتب. كلمة الحياة الألف ممدودة هنا استبدلت بواو عليها ألف صغيرة هنا، وهنا حروف مكتوبة بكيفية وتلفظ بكيفية أخرى فتلفظ الحياة. الربا كذلك الأمر، استبدلت الألف بواو عليها ألف صغيرة، فهنا الفرق يكون له حروف مكتوبة بكيفية وتلفظ بكيفية أخرى. وهكذا نكون قد انتهينا من شرح الدرس.